بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مستر مريانو تم اختياره عن طريق يعني شخص رياضي دلنا عليه في شهر مارس قبل نهاية الدوري يمكن بست جولات، وتم المقابلة معه وقلت له أنا أو فسرنا له وضع القادسية، فكان عنده استعداد أنه يقبل العمل، والسيرة الذاتية هي اللي شجعتنا أن نقبل أو أن نكون متبادلين، لأنه عنده هو في السيرة الذاتية أنه عمل مع في تطليع النجوم أو إبراز النجوم بشكل ممتاز، وعمل هيكلة فنية كاملة لقطاع كرة القدم. وهذا الوقت تحتاج أو يحتاج نادي القادسية إلى شخص زي مستر مريانو. أول شيء أنه هو بروفيسور في الجامعي، ويعطي برضو محاضرات كان للمدربين، إضافة إلى خبرته العريضة في كرة القدم. درب في سبورتينج البرتغالي، درب منتخب غانا الأولمبي والفريق الأول، وطلع مع منتخب غانا الأولمبي طلع معاه يمكن مجموعة جدا ممتازة للفريق الأول، واشتغل معاهم وعمل معاهم وحقق نتائج كبيرة في ذاك الوقت في ده. إضافة إلى درب نادي النصر السعودي وعمل برضو أخذ الثاني على مستوى البطولة العربية، وبرضو سألنا الأخوان في نادي النصر، وكان يعني مدير الكرة في ذاك الوقت محيسن الجمعان، ووصى بأن الرجل فعلا رجل عملي.